كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك كوكب مليء بالنساء، كوكب الزهرة. بالمقابل في الطرف الثاني من الكون كان هناك كوكب مليء بالرجال، كوكب المريخ. فاللي صار بأن أهل المريخ قاموا يبصبصوا على النساء في كوكب الزهرة، أيضا النساء من كوكب الزهرة من خلال المناظير قاموا يبصبصوا على الرجال من الكوكب إلى الكوكب الثاني. الفريقين أعجبا ببعضهما بشكل كبير جدا، فاتفقوا على أنهم يلتقوا في كوكب في الوسط، كوكب الأرض. فجمع الأرض كائنين مختلفين، ناس من الزهرة وناس من المريخ، فعاشوا في حياة جميلة جدا. المشكلة الكبيرة ظهرت يوم تعاملت النساء من كوكب الزهرة مع الرجال من كوكب المريخ مثل تعاملهن مع النساء، وعندما تعامل الرجال من كوكب المريخ مع النساء من كوكب الزهرة مثل تعاملهم مع الرجال. نسى كل جنس بأن الآخر جاي من عالم مختلف، من كوكب مختلف. فظهر في هذا الموضوع كتاب جميل، اسم الكتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، لواحد من أعظم الكتاب في العلاقات الزوجية جون غراي. هذا الكتاب ببساطة يلخص ما هي الفروق بين الجنسين وكيف يستطيع كل جنس أن ينجح مع الجنس الآخر. فعندما يكون عندنا ثقافة متعلقة بهذا الشأن مفيدة لأي علاقة زوجية، سواء حديثي الزواج أو المعمرين في الزواج.